تكوين الجمل باللغة الإنجليزية. حتى أكون جملة باللغة الإنجليزية بأي زمن من الأزمنة أحتاج أول عنصر من عناصر الجملة اللي هو شنو شباب؟ أول عنصر من عناصر الجملة إيش راح يكون؟ راح يكون لا هذا الفعل بالعربي. لا في فاعل. أول عنصر من عناصر الجملة هو الفاعل. بينما بالعربي يعني الجملة باللغة العربية تبدي بفعل. تبدي بفعل بس باللغة الإنجليزية تبدي بفاعل. فإذا عنصر مهم جدا وأول عنصر من عناصر الجملة شوف جاي أقول لك أنا هنا. العنصر الأول هو الفاعل. موقعه في بداية الجملة. فكل جملة تبدأ بفاعل عدا منه عدا الجمل الأمرية والجمل الاستفهامية. يعني اليوم أنت تجي على الجملة إذا هي جملة طبيعية لا هي أمر ولا هي سؤال إذا هاي تبدي بفاعل. راح تقول أستاذ الأمر مثل شنو؟ الأمر مثل open the door. open إذا المسألة بشنو بدأت؟ بدأت بالفعل افتح قبل open the door. وصلت الفكرة؟ open the door فبدأت بالفعل. بينما الجملة الطبيعية باللغة الإنجليزية تبدي منه؟ تبدي بالفعل. ليش أقول لك هذا الكلام؟ اليوم عندنا قصة معينة وياي هاي القصة على سبيل المثال. شوف أنا منطيك هاي الجملة حتى تحدد منو فاعل الجملة اللي أنت راح تحتاج الفاعل باللغة الإنجليزية. أول شيء تحتاج الفاعل حتى تعرف الفعل منو، تحتاج الفاعل حتى إذا تقدم الفعل المساعد قبل الفاعل تعرف منو الفاعل. فمن أقول لك أول عنصر بالجملة يعني منو بهاي الجملة هو الفاعل، منو بهاي الجملة هو الفاعل؟ start I. الآي هو الفاعل والورك فعل. هنا الآي هو الفاعل زين. فأني أحتاج أعرف أنه الفاعل هو أول عنصر من عناصر الجملة باللغة الإنجليزية. هاي نقطة. النقطة الثانية لازم نعرف العنصر الثاني اللي هو الفعل. طبعا هاي التفاصيل كلها راح نشرحها بس جاي أقول لك أنه بالبداية عندك أول عنصر هو الفاعل، ثاني عنصر هو الفعل، وآخر عنصر أو ثالث عنصر اسمه التكملة. التكملة مثابة المفعول به باللغة العربية، مثابة المفعول به أو الجار والمجرور، فاعل وفعل وتكملة. زين نجي للفاعل نشرحه بوحده. يعني شو هو شنو الفاعل؟ الفاعل قايل لك يعني قايل لك نوعان، إما اسم أو ضمير، مفرد أو جمع. لو اسم مفرد لو اسم جمع، لو ضمير مفرد لو ضمير جمع. يعني أنت عندك هاي الاثنين غيرهم ماكو. يعني جاي نحصر اللغة الإنجليزية بشغلتين، إنه الفاعل يكون إما اسم وإما ضمير، إما اسم وإما ضمير. زين هذا الاسم مثل شنو؟ مثل شنو؟ الاسم هو كل اسم علم سواء كان عاقل أو غير عاقل، مذكر أو مؤنث، جماد أو حيوان، مفرد أو جمع. من أقول لك اسم ترى هذا المعنى كبير، يعني مو بس اسم شخص، مو بس علي وفلان، لا لا المسألة أكبر. أول نقطة قلت لك أي اسم علم أو كل اسم علم، عاقل أو غير عاقل، مذكر أو مؤنث، جماد أو حيوان، مفرد أو جمع، هذا كله يعتبر اسم. فأنا هنا جاي أنطيك كل اسم بالكون. يعني استاذ انا شلون اميزهن؟ هسه راح نجي عليهن واحد واحد. عرفنا الاسم. النقطة الثانية ايش عندي؟ عندي الضمير. الضمير يقول لك هناك سبعة ضمائر تأتي، هناك سبعة ضمائر تأتي كفاعل. هناك سبعة ضمائر تأتي كفاعل. يعني شنو؟ يعني الهي والشي والإت. إذا شفتهم بالجملة قول دولي فاعل. الذي والوي واليو والآي إذا شفتهم بداية الجملة قول دولي فاعل. إذا دول وين ما إجوا العفو وين ما إجوا لا في بداية الجملة من نشوفهم معناها إنه هذا فاعل، إنه هذا فاعل. يعني هسه اليوم أنا أجي على جملة من الجمل، خل نفترض بدت الجملة بشي، بس شفتها بدت بشي يقول هذا هو الفاعل، ضمير فاعل بعد هذا الشيء هي أوتوماتيكيا ضمير فاعل. بدت بذي فاعل، بدت بوي فاعل،
بدت بآي فاعل، بدت بهي فاعل. بقى شغلة إن شاء الله راح تشوفونها، إنه اليو والإت ممكن يصير فاعل وممكن يصير مفعول. اليو والإت ممكن يصير فاعل ممكن يصير مفعول. هنا دور منه، إذا جاب بداية الجملة فهو فاعل، إذا جاب نهاية الجملة فهو مفعول. خليها ببالك زين. هنا مسوي لك شنو؟ أمثلة عن الفاعل، هاي اللي قدامنا المربعات أمثلة عن الفاعل. قايل لك ممكن يجينا الفاعل اسم فقط، علي، عمر، دانا، كريم، منى، لوسي، أي اسم، أي واحد من ذول يعتبر فاعل في بداية الجملة طبعا. زين قايل لك الاسم ممكن يكون قبله ذا أو آ أو آن أو سام أو ألت أوف، وبعدين يلا يجي الاسم. بس هذول اثنيناتهم يعني هذا وهذا اثنيناتهم نعتبرهم شنو؟ نعتبرهم فاعل. راح تقول لحظة استاذ، انت قلت لي اول عنصر من عناصر الجملة يعني المفروض هذا هو الفاعل. لا يا حبيبي، انا صح قلت لك اول عنصر، ولكن اسمع كلامي ايش قايل لك. قايل لك يعني ان الفاعل يمكن ان يكون كلمة واحدة او اكثر، فهو اول عنصر نعم، ولكن لا يعني ذلك انه اول كلمة. حلو، يعني مو شرط اني القى فاعل، العفو كلمه واحده، ممكن كلمتين، ممكن ثلاث كلمات. فا اوكي اول عنصر، بس من اقول لك اسم او ضمير معناها مو شرط يكون اول. يعني هسه الذ اذا بدنا نترجمها اني وانتم يا شباب، الذ مو معناها ال، ومان مو معناها رجل، فصير الرجل. فهاي اثنيناتهم فاعل. وياي طلابنا نكسر زين. سبق موجودة؟ نعم استاذ. جيد. شوف أمان رجل، أن إنجينير مهندس، سام بيبل بعض الناس هذا فاعل كلهم اثنيناتهم، A lot of cars كثير من السيارات. إذن الفكرة إنه مو شرط يكون أول كلمة، ممكن يكون أول كلمة وثاني كلمة، ممكن يكون وثالث كلمة. شلون وثالث كلمة؟ إذا إجانا اسم واسم وبيناتهم منه وبيناتهم الآند اللي هي و، فجاي يقول لك علي آند عمر، سارة آند آي، سارة وآني، فاثنيناتنا فاعل. فمن آجي أقول لك الفاعل وين؟ ما تقول لي سارة ولا تقول لي آي، تقول لي اثنيناتهم الفاعل. فعندنا نوع ثاني من الفاعل اللي هو اسم آند اسم. زين نوع ثالث أو رابع، إس التملك اللي خدناها بالثاني متوسط، إس التملك. هنا عندي ملاحظة حلوة، the boy's bag حقيبة الولد، وهنا the boy's bag حقيبة الأولاد. شنو اللي صار؟ اللي صار يا شباب هو موقع الفارزة هنا، مرة قبل الإس ومرة بعد الإس، مرة قبل الإس ومرة بعد الإس، لها دور كبير. باوع جاي يقول إذا كانت الفارزة قبل الإس الفاعل مفرد، وإذا كانت الفارزة بعد الإس الفاعل جمع. أستاذ واني شي يفيدني مفرد وجمع؟ هو أصلاً إحنا جايين على مود نعرف الفاعل مفرد لو جمع. ليش؟ لأنه يعني احتمال أحتاج منك بعد الفاعل لو was لو where. زين إذا جبت لك الفارزة قبل الإس تختار لي was لو where، إذا قبل الإس تعتبر مفرد فتختار was. يعني مثلا انا كاتب لك the boy's back على هذا مثال، the boy's back بهالشكل، boy's back هاي جمله، بعدها مثلا is low r، بلش تختار لي هسه منو يختار؟ استاذ اخذ ال r. حاليا الفارزه وين هما؟ قبل الاس. حشو قال اذا قبل الاس يعني الفاعل شنو؟ مفرد. ايش ياخذ؟ شفت؟ لو نفس الجمله تكررت بس جايب لي الفارزه بعد الاس، بهاي الحاله ايش راح اختار؟ لا لا، فإلها دور كبير في تحديد نوع الفعل المساعد بعدها. يعني المهم جدا اعرف الفاعل المفرد لو جمع. زين هذول فاعل مفرد لو جمع شباب، علي اند عمر، ساره اند اي، فاعل مفرد لو جمع.
جمع لأنه يعني أكثر من واحد. الإنجليزي ما بي مثنى، ما بي مثنى، لو مفرد لو جمع. زين نروح النوع آخر من الفاعل، وهذا كلش كلش يعني خلنا نقول بي إرباك للطالب، اللي هو اسم وأوف واسم، اسم وأوف واسم. طبعا الأوف واسم التملك واحد، يعني اثنيناتهم للتملك. الأوف واسم التملك واحد، يعني هنا قريناها حقيبة الولد أو الأولاد، حقيبة الولد أو الأولاد، يعني هذا الحقيبة ملك المنو، ملك لهذا الاسم. زين هنا نفس الحالة بس الغير العاقل، تملك بس الغير العاقل، يقول لك the colors، ألوان the colors of your bag، of your bag يعني شنو؟ يعني ألوان حقيبتك، ألوان منو؟ ألوان الحقيبة. بس باولي على كلمة ألوان بها S. The number of people، the number of people عدد الناس أو رقم الناس، مو رقم الموبايل مثلا، العدد يعني كرقم عددهم مش قد مثلا بالموصل أو بالعراق أو إيش. هنا إيش قايل لك؟ يقول لك نعتمد على ما قبل of. منو قبل of؟ منو قبل of؟ هنا colors قبل of و the number قبل of لتحديد المفرد والجمع. يعني إذا هاي الكلمة مفرد هذا الفاعل مفرد، وإذا هاي الكلمة جمع هذا الفاعل جمع، فالقبل الأوف هو اللي يحدد. أنت تعرف إيش صار له؟ لا تعرف إنه هنا راح يصير خربطة للطالب. شوف أقول لك ليش. كلمة people شنو معناها؟ ناس تعتبر جمع مو؟ نعم. بس كفاعل يعتبر مفرد. كفاعل إيش يعتبر؟ كفاعل كامل يعتبر مفرد. اسألني ليش؟ لأنه كلمة عدد أو رقم هي المفرد، فيقول لك عدد الناس عدد واحد. زين هنا ايش قايل؟ اللي قايل لي the colors ألوان، ألوان المنو الحقيبة، الحقيبة واحدة ولكن ألوان أنا جاي عشان ألوانها، فهي صارت جمع فألوان الحقيبة. جيد زين نروح وين؟ النوع آخر من الفاعل اللي هو ضمير تملك زائد اسم. ضمير التملك اللي ممكن يكون إلي أو إلها أو إلهم أو إلنا، هذا ضمير التملك. فمثلاً هنا his friend، ممكن أقول friends، هذول اثنيناتهم فاعل. يعني مو أنت تيجي تقول لي والله لأن هذا ضمير الأستاذ قال لي، الضمير يرهم فاعل، مو أي ضمير. أنت عندك حصراً ضمير الفاعل هو اللي يرهم فاعل، فقط ضمائر الفاعل. أنت عندك سبع ضمائر فاعل وسبع ضمائر تملك وسبع ضمائر مفعول وهيج. حاليا جاي نقول انه كلمة his friend او his friends اصدقائه او صديقه اثنيناتهم فاعل، يعني انت كأنما كاتب اصدقاء بهالشكل، اصدقاء، وهاي الهز ترجمتها هو اصدقائه، اصدقائه هذا جاي اقصده انا. فانت ما ضفت شيء، يعني ما جبت كلمة جديدة، جبت الضمير mother أم. شنو الهير؟ أمها، أمها. فأنت ما ضفش، تقدر تقول mothers her mothers ولو ماكو شيء كما أمهاتها، بس يعني it is colors ألوانها. شوف هي شنو، يعني غير عاقل. their teacher معلمهم، يعني مو تقولي هذا فاعل جمع، هو كم معلم؟ واحد بس الذير هم، فمعلمهم واحد، معلمهم واحد. زين our sister شنو يعني؟ أختنا مع الاس أخواتنا صارت جمع. your house منزلك، تقدر تقول your houses منازلك أو بيوتك. my house بيتي أو منزلي، my houses بيوتي. فهذا النوع من الفعل نسميه ضمير تملك زائد اسم، ضمير تملك زائد اسم. النوع الثالث او العفو الاخير
اللي هو ضمائر الفاعل نفسه، الهي والشي والإث والذي والوي واليو والا. ضمائر الفاعل منه هي شي إت ذي وي يو آي على شكل اللحن. هي شي إت ذي وي يو آي، هي شي إت ذي وي يو آي. فاللي أريده منه أنه تعرف أنه كل ما موجود بهذا الجدول ممكن أن يجيك على شكل فاعل. هو مو شرط كلمة واحدة، ولا شرط كلمتين، ولا شرط ثلاث كلمات. نعم هو أول عنصر، ولكن هذا ما يعني أنه أول كلمة فقط، أول كلمة فقط. زين، عرفنا الفاعل، شباب عرفنا الفاعل. نعم سار. أوكي، نختبر أنفسنا. طبعا أكو اختبار لكم نهاية المحاضرة راح أبعث لكم إياه إن شاء الله بهاي الملزمة وأنتوا تشوفون. حاليا أريد حدد لي نوع الفاعل فقط، يعني الفاعل ونوع الفاعل بهاي الجملة. هاي جملة كاملة، شوف أنا ملون لك إياهم. الجملة الصفرة، الجملة الصفرة واضحة عندكم من الفاعل بيها. نعم. أول نقطة، أول نقطة عاشت إيدك. أول نقطة تروح لي على أول عنصر بالجملة، يعني أنت تريد تدور الفاعل وين ألقي الفاعل. مبدئيا أجي على البداية أشوف شنو عندي. إذا تلاحظون عندي الحرف أو الضمير آي، بما أنه هو ضمير كلمة واحدة ما بها مجال، وآي معناها أنا، فإذا أنا الفاعل. جيد، هاي نقطة. إذا أسألكم على الجملة هاي، من يقدر يطلع الفاعل؟ The driver of the other cars. حلو، car. The driver of the other car. Good همام، عاشت إيدك. تعرف ليش؟ لأنه هذا مكون من منو؟ يا نوع هذا قلنا عليه، هذا قلنا اسم of اسم. يعني جاي يقول لي سايق السيارة الأخرى، هذه كلها فاعل. بعدين إجان الوز الفعل سائق السيارة الأخرى، فاعتبرها مفرد، اختارت لها وز، عاشت إيدك. Good, very good. زين، سؤال مسرة، حددي لي الفاعل بهاي الجملة ويا نوع منهم. The driver of the burning car. إلى حد كلمة car. إذا لي زين، هذه هم تفيدني، مو أنتوا هسه راح نرجع للفعل، هذه هم راح تفيدني. أنا من أعرف الفعل اللي قبله فاعل. حلو؟ زين، سبق حددي لي الفاعل بهاي الجملة. كلها فاعل؟ سبق كلها فاعل؟ نعم. زين، اقرأ لي أول كلمة. وي. الوي ضمير من ضمائر الفاعل، فمن يجي واحد ضمير، الضمير ما يصير ويا فاعل إلا يجي كلمة أنت. الوي بوحدة فاعل، يعني أنا لازم حافظ ضمائر الفاعل. Good. يعني أنا ما حاجة من أشوف ضمير فاعل، انتهت، هذا هو الفاعل. يعني ما تقبل إنه وياها شيء آخر. من أقول وي خلاص، من أقول آي خلاص، من أقول ذي هذا هو الفاعل أوتوماتيكيا. يعني أنت إيش قلتي؟ قلتي وي جات. وي جات فعل الجات، وذير هناك، وصلنا هناك. إذا نحن وصلنا هناك. زين، من يقدر يحدد لي الفاعل بهاي الجملة؟ Some people. Some people. Good, very good. Some زائد اسم. No. Some people. مسرة. الجملة إلى حد الآن من الفاعل مالها؟ The heat. The heat. يصير أقول بس the؟ لا. ما يصير، عاشت إيدك، يعني the L باعتبار. زين. سبق، سبق يا سبق. نعم. يا سبق، أريد الفاعل بهاي الجملة. The police. الشرطة، عاشت إيدك. The police. إلى حد هنا مهم جدا أنه أنا أقدر أميز الفاعل.
فبعد ما قرأنا الفاعل وشرحنا أكيد راح تكون عليكم واجبات حفظ أشكال الفاعل، وأنه أنا أظل ببالي وأروح أتمرن على هاي القصة وأطلع الفواعل على مود ما يظل عندي أي خلل. زين، نروح هسه وين؟ نروح للعنصر الثاني من عناصر الجملة اللي هو منه بعد الفاعل. إيش راح يجينا؟ راح يجينا الفعل. الفعل نوعان أيضا، هناك كان عندنا فعل فاعل نوعان اسم وضمير، هنا أيضا عندنا نوعان. من هو هذول النوعان؟ يقول لك فعل مساعد أو فعل رئيسي. يا شباب إذا فهمتوا لي هاي والقبلها، حتى إذا ما فهمتوا التكملة أنا راضي. ليش؟ لأنه أنت إذا عرفت الفاعل والفعل اللي يبقى تكملة، وبنفس الوقت إذا عرفت الفعل اللي قبله فاعل، وبنفس الوقت إذا عرفت الفاعل اللي بعده فعل. يعني تخيل هاي الجملة، أنا عرفت الفاعل إذا هذا فعل، زين ما عرفت الفاعل بس عرفت الفعل إذا اللي قبله فاعل، زين عرفت الفاعل والفعل يعني اللي بعدهم شنو؟ التكملة. يعني أنت جاي تقسم الجملة على هذا الأساس. يعني من نجي الجملة بس اليوم ممكن أنا باوع على هاي الجملة أشوفها مجرد حروف باللغة الإنجليزية أو كلمات هيك خربطة، بس من أوصل مرحلة إنه هذا فاعل وأوتوماتيكيا هذا فعل، اللي بقى شنو يا شباب؟ تكملة. فأنا جاي أريد أوصلك إيش مرحلة؟ إنه أنا من أجل الجملة أعرف إيش جاي أسوي، أعرف إنه هاي فاعل وهاي فعل وهاي هذا الفعل ماضي، هذا الفعل مضارع، هذا الفعل فلان شيء. زين، قلنا الأفعال نوعان، فعل مساعد وفعل رئيسي. جاي نحكي إن الأفعال المساعدة، الأفعال المساعدة ما تتغير، يعني مثل ضمائر الفاعل. يعني باللغة الإنجليزية من خلقت لحد الآن هذا الجدول يوضح لك الأفعال باللغة الإنجليزية كلها اللي تحتاجها من صف خامس ابتدائي إلى سادس إعدادي بدون اعتماد على منهج معين. شلون؟ يقول لك عندك كم مجموعة، هاي المجموعة الأولى، مجموعة بي، مجموعة الثانية مجموعة دو، مجموعة الثالثة مجموعة هاف، والمجموعة الرابعة مجموعة المودل فيها الأفعال الناقصة. البي منو؟ شوف شلون نقسم لك إياه. يقول لك البي إز وآم وآر والزوير. الزوآم وآر والزوير، الزوآم وآر والزوير. أستاذ ليش الوز والوير بالأحمر؟ إيش راح تجاوبني؟ يقول لك كل فعل أحمر يدل على الماضي. كل فعل أحمر إيش بيه؟ يدل على الماضي. إذن الوز والوير شو اعتبرهم؟ ماضي. ماضي. إذا ذولي ماضي ذولي شنو؟ إذا هذا ماضي هذا شنو؟ مضارع. جيد. ليش أقول لك هذا الكلام؟ تعال نشوف. أريد طالب من الطلاب يحدد لي زمن هاي الجملة بالماضي أو بالمضارع. لأن وص. نعم. عشان تيدك. إذا أنا لأن شفت كلمة وص بيها عرفت إنه هاي الجملة ماضي. زين. شايف هذا الدليل كلمة وص إنه أنا عرفت إنه الجملة ماضي؟ هاي راح تحتاجها بكل أزمنة اللغة الإنجليزية. هاي راح تحتاجها بإف الشرطية، راح تحتاجها من مبني المجهول، راح تحتاجها من الماضي البسيط، راح تحتاجها كلش. إنه أنا بس كتبت بس عرفت إنه وص ماضي. هاي نقطة مهمة جدا. بنفس الوقت وينها؟ بنفس الوقت الآر والعفو الإز والآم والآر اعتبرهم مضارع. فإذا شفنا إز وآم وآر أنا بجملة مضارع، وإذا شفنا وز وير أنا بجملة ماضي. حاليا ما حددت لك نوع الماضي أو المضارع، فقط أريدك تعرفه ماضي أو مضارع بس، يعني كزمن رئيسي، مو جزء مضارع بسيط وجزء مضارع مستمر، ما لنا علاقة بهاي النقطة. اللي أريده حاليا فقط ماضي أو مضارع. زين، الفعل المساعد يحدد لك الزمن ماضي أو مضارع. المجموعة الثانية مجموعة الدو، من هم؟ دو وداز وديت. من الماضي مالهم؟ الماضي مالهم الديت. أيضا إذا تروح تسأل نفسك هذا السؤال، حدد لي زمن هاي الجملة. ما أستاذ شلون عرفناها؟ مضارع. ليش مضارع؟
ما لها علاقة الشيء، الشيء مجرد فاعل ما يتحكم بالموضوع أبد، الفعل هو اللي يحدد. منو عندي؟ عندي كلمة ديت. الديت إيش قال لي قبل شوية؟ قال لي إذا شفت الديت لونها أحمر معناها الديت ماضي. نذكر الكلام لو لا؟ قال لي كل فعل أحمر يدل على الماضي. تعال نشوف الديت أحمر لو مو أحمر، إذا ماضي. المجموعة الثالثة هاب وهاز وهات. هاب وهاز وهات يعني شنو؟ هاب وهاز وهات هذول مجموعة الأفعال المجموعة الثالثة. هذول الهاب والهاز والهاد منو الماضي مالهم؟ الهاد. إذا أنا من أشوف الهاد أنا بزمن الماضي. هنا عندنا المودل. المودل كل اثنين زوج، كانوا كت الماضي مالها، يعني الكان مضارع الماضي مالها كت، ويل ويت، شال وشوت، مي ومايت. هذول الثلاثة البقوا هذول مالهم أزواج ولا لهم ماضي. ماست أو تو نيتو، ماست أو تو نيتو. اللي أريد منك تعرف لي كل هاي الأفعال باللغة الإنجليزية إنه هي أفعال مساعدة. تعرف لي إنه هاي الأفعال أفعال مساعدة باللغة الإنجليزية. زين، يقول لي كل مربع أخضر، شوف المربعات الخضر الخط كامل هذا وهذول اثنين، مربع أخضر شنو هذا؟ يقبل فاعل مفرد أو جمع. يعني شنو قصدك استاذ؟ يعني يصير أقول ذي، ذي جمع لو مفرد؟ هم جمع، واللي هي مفرد. يصير أقول ذي ديت ويصير أقول هي ديت. يعني ننصح ليش؟ لأنه الديت أخضر بالمربع الأخضر، فأي مربع أخضر تشوفه هنا يقبل أقول فاعل مفرد قبله ويقبل فاعل جمع. يعني يصير أقول هي ديت وذي ديت، هي هات وذي هات، هي كت وذي كت يرهب، هي كان وذي كان. فأي فعل من الأفعال بالمربعات الخضر يقبل أنه أنا أخلي قبله فاعل مفرد أو جمع. زين، بقالنا منه المربعات الأزرق اللي يحتاج فاعل جمع حصرا. يعني شنو؟ يصير أقول هي وير. المربع الأزرق شيري يريد جمع، فإذا ما يصير أقول هي، لازم أقول they were we were. زين، أسمنوا الجمع عندنا الار والوير والدو والهاف، هذول هم اللي يعتبرون جمع بالأفعال المساعدة. فهسه شنو المطلوب منك أنت كطالب؟ تعرف لي الفاعل، العفو، تعرف لي الأفعال المساعدة كل مجموعة بمجموعتها، ومن كل مجموعة تعرف الماضي مالها، ومن كل مجموعة تعرف من اللي يريد مفرد ومن اللي يريد جمع. عندي ملاحظة مهمة جدا، يقول لك لنفي أي جملة. يعني هنا أنا ما جاي أقول لك إحنا بالموضوع الفلاني، أي جملة باللغة الإنجليزية لنفي أي جملة ضع منه not بعد هذه الأفعال. يعني مثلا نجيب لك جملة باوع لي هذا الويل، أجيب لك جملة مستقبل بسيط بالوحدة الخامسة I will come، قلت لك حولها نفي. القاعدة شو تقول؟ ضع not بعد هذه الأفعال. منو الفعل المساعد بذي الجملة؟ الويل. شو خلي له؟ I will not. I will not أو I won't، وانتهت الجملة صارت نفي. جاي اختصر لك النفي باللغة الإنجليزية بشكل عام. حتى حول أي جملة إلى نفي شنو أخلي؟ أخلي كلمة not وين؟ بعد هذه الأفعال. زين، لتحويل أي جملة إلى سؤال حول هذه الأفعال وين؟ قبل الفاعل. يعني أنا راح أجيب هذا الفعل مثلا جملتنا اللي هي he is a doctor، he is a doctor. قلت لك حول لي هاي الجملة إلى سؤال، أنت إيش راح تسوي؟ تجيب ال is، هو الفعل المساعد. شلون عرفت؟ is he بالضبط، تصير is he a doctor وعلامة استفهام طبعا. is he a doctor، يعني أنا جاي أختصر لك النفي والاستفهام باللغة الإنجليزية بشكل عام. فأي جملة
تريد تحولها الى سؤال او الى نفي شو تسوي؟ تعال على هاي القاعده مع الفعل المساعد. بالنفي خلي نوت بعد الفعل المساعد، وبالسؤال حول الفعل المساعد قبل الفاعل. وصلت الفكره؟ عرفنا شلون ننفي وعرفنا شلون نحول الجمله الى سؤال؟ نعم. اذا عرفنا شنو دور الفعل المساعد بالجمله، اول شيء حدد لي زمن الجمله ماضي لو مضارع. ثاني شيء ساعدني على النفي. ثالث شيء ساعدني على تحويل الجمله الى سؤال. فاني اعرف شلون احول اي جمله الى نفي، واعرف شلون احول اي جمله الى سؤال. هنا جدول يوضح ارتباط الفاعل بالفعل المساعد. شنو قصدي بهذا الكلام؟ ما المفرد وجمع. يقول لك الهي والشي والإت اسم المفرد، هذول مفرد. منو يرام للمفرد باللغه الانجليزيه بالافعال المساعده؟ الاز مفرد، والوز مفرد، والدز مفرد، والهاز مفرد، وكل مربع اخضر يرهم له المفرد. كل مربع اخضر يعني كان، كود، ويل، ويت، شال، شود، مي، مايت، مست، او تو، نيد تو. كل ذول الافعال يرهم لهم انه تخلي قبلهم هي او شي او ات او اسم مفرد. من هم از ووز ودز وهاز ومربع اخضر. از ووز ودز وهاز ومربع اخضر. زين، فاعل جمع مثلا ذي وي يو اسم جمع يرهم لهم منهم. ار وير، الار بالمضارع لو ناسين، الار بالمضارع والوير بالماضي، هذول جمع. زين، دو وهاف، دو وهاف ومربع اخضر، لان المربع الاخضر ليش؟ لانه يرهم مع المفرد ويرهم مع الجمع. المربع الاخضر، كل مربع اخضر يقبل فاعل مفرد او جمع، لو نسيناها، كل مربع اخضر يقبل فاعل مفرد او جمع. زين، بقى لنا الاي. الاي هو اصلا اللي خلانا نسوي ثلاث جداول. الآي بالمضارع ياخذ آم، بس بالماضي شو ياخذ؟ وز. الآي بالمضارع ياخذ آم، بس بالماضي ياخذ وز. ولا يعتبر جمع، بالدو نفس الدو، شوف. بالهاف نفس الهاف، ياخذ طبيعي جمع، بس بالماضي هنا ياخذ وز. ولا هو طبيعي. زين؟ ويقبل المربع الأخضر، لأن قلنا الفاعل المربع الأخضر يقبل فاعل مفرد ويقبل فاعل جمع. ف هنا ايضا عندك حفظ. يعني انا اريدك تطلع من هذا الدرس وتعرف ايش وقت تخلي الاز. هل اخلي مثلا يو از يصير؟ ما يقبل. يو واز؟ ما يقبل. اذا اليو جماعتها ار وير ودو هاف. از واز ودز وهاز وربع اخضر هذول المفرد. لازم اعرف المفرد ياخذ منه والجمع ياخذ منه. هاي الافعال منو؟ الافعال المساعده. شنو دورها بالجمله؟ تعال نشوف. تعال نشوف دورها بالجمله. هنا برايكم يا هو الاختيار الصح وليش؟ ليش؟ لانه مفرد. Good. The car is red. زين، حولي لي الجمله الى نفي مسره. The car isn't red. Good. حول لي الجملة إلى سؤال يا همام. Is the car red? Good, very good. Is the car red? زين. سبع، الجملة رقم 2. راح أعطيك، راح أساعدك لأن هي بها نوع من الصعوبة، مو صعوبة إنما غريبة شوي. كاتب لنا I. Am لو was. الآن مضارع، ركزي وياي. والوز ماضي. In بصرة yesterday. Yesterday شنو معنى سبع؟ تعرفين لو علمش؟ يسترداي معناها البارحة. زين، برأيك إذا هو البارحة راح نختار له الآم لو الواز؟ بس ليش؟ لأنه ماضي؟ لأنه ماضي، عاشت إيدش. فإذا الدليل هنا هو اللي راح يخليني أختار إز، العفو، آم لو واز. الجملة الثانية أيضا على سبع، الثالثة ايش تختار لها؟ از لو ار وليش؟ اهم شيء ليش؟ ار جود، ليش؟ لانه جمع؟ لانه جمع، شلون عرفنا جمع؟ لانه انتهت باس. عاشت ايدك. زين، همام نفسه. الرابعة ماي ماذر از ا دكتور. جود. الخامسة عليش مسرة؟ شي هاز. She has.
إذا أنا لازم أعرف إنه شلون أقدر أميز الفاعل إيش يأخذ من أفعال مساعدة. هنا طالب مني تحديد زمن الجملة. تحديد زمن الجملة. أو قبل لا أروح على تحديد زمن الجملة أنا نسيت لا أسألكم. ارجعي لي سبع على هاي الجملة وحليليها إلى نفي. هي كان اختار الوصف. شلون أحول هاي الجملة إلى نفي؟ I wasn't. همام الجملة الثالثة حول ليها إلى نفي. The students aren't. Good. زين نرجع للسبق. سبق الجملة مالتش اللي هي رقم 2 إذا بدي أحولها إلى question شلون تصير؟ إلى سؤال. Was I أو was you؟ بصير where you نفس الشيء. بس was I good. جملتك همام. شو تصير بالسؤال بالquestion؟ Are the students in the class? Good, very good. My mother is. من حولها إلى question شو تصير؟ Is my mother a doctor? هاي شايف واحد من يقعد بالليل. ويريد يعرف أمه دكتورة لو لا يعني is my mother a doctor إيش يعني واحد يتفاجئ أمي دكتورة وين صايرة هذه النقطة رقم 5 she have or has bought a car مسرة حولي ليها مرة إلى نفي ومرة إلى question she hasn't bought a car good سؤال has he bought a car وعلم good very good زين نجي للمطلب الثاني بهاي الملزمه يقول لك حدد زمن الجمله فقط من حيث هو ماضي ام مضارع يعني ما اريد منك تعرف لي يا زمن بس فقط ماضي لو مضارع فنبدي بمسره الجمله الاولى ماضي لو مضارع وليش ماضي لانه was اوكي make this sentence question حوليها الى question the same sentence الجمله الاولى question Ali yes was Farouk Farouk in London was Farouk in London good الجملة الثانية يا همام تقدر تميزها هل هي ماضي لو مضارع مضارع حلو ليش لأن بيها منه هو هذا سؤالي الكود تعال نرجع عنه أنت لأن ما حافظين هن أنا أعرفك أنت من تحفظن ما شاء الله عليك تعال خلينا نشوف وينها الكان باوع لونه أحمر ما زال لونه أحمر شو يكون ماضي زين بعد ما أخذنا الفعل الرئيسي هنا وهنا بعد ما أخذنا الفعل الرئيسي فإذا عندي هاي الجملة الأخيرة على سبب حددي لي زمنها ماضي لو مضارع لوجود منو؟ Didn't. ماضي. Did ماضي. فأنا عرفت إنه هذا الزمن ماضي من وجود كلمة did. ليش جاي نقول الأفعال المساعدة هي لها الدور الأكبر في تحديد زمن الجملة ونفي الجملة وتحويل الجملة إلى سؤال. جيد. نروح على الأفعال الرئيسية. الأفعال الرئيسية. خما تعبتوا؟ لا. بدي أكمل هذا المنهج. بدي أكمل هذا المنهج كامل يعني منهج تكوين الجملة على مود الدرس الجاي مباشر إن شاء الله بعد الاختبار طبعا بعد ما اختبركم وأشوفكم حفظتوا المنهج وتعرفون تميزون زين الأفعال الرئيسية أيضا تقسم إلى نوعان فعل قياسي وفعل غير قياسي شنو معنى قياسي وشنو معنى غير قياسي تعريف بالعربي يقول لك الأفعال القياسية هي الأفعال التي نستطيع تحويلها إلى ماضي أو تصريف ثالث بإضافة إيدي نهايتها أفعال أكبر قسم من الأفعال باللغة الإنجليزية تقريباً 2500 فعل هذول الأفعال من تحولهم إلى ماضي أضيف لهم إيدي من تحولهم إلى تصريف ثالث أضيف لهم إيدي أنت راح تحتاج الماضي والتصريف الثالث بالأزمنة من ندخل للمنهج زين شلون حولها إلى ماضي يقول لك بإضافة إيدي كم طريقة عندك هاي الطرق اللي قدامك قابل مباشرة نضيف إيدي لا طبعا
يقول لك إذا انتهى الفعل بحرف إي ضيف له بزدي. يعني مثلا لف هو بي إي، يصير أنا آجي أضيف له إي دي؟ ما يصير. الصح شنو؟ أضيف له بزدي. فإذا راح يصير بالماضي وبالتصريف الثالث بهذا الشكل. فهمتوا قصدي؟ نعم. من أريد أحول فعل إلى ماضي هو ينتهي بإي، أنا أروح، بس شرط يكون قياسي ها، يصير أنا أروح أجيب له إي دي بعد الإي ما ترحم، تتكرر الإي، صح؟ فهمنا النقطة الأولى لو لا؟ النقطة الثانية إذا انتهى الفعل بحرف واي نحولها إلى هاي. عندي شرط، هما شرط يكون قبله صحيح. أعطيك مثال باوة، هنا عندي واي وقبله صحيح، مو صحيح له علة هذا؟ صحيح. صحيح حروف العلة منه O E A I U، احفظها هيك. أو إذا كان علة كرر لا وياي وياي O E A I U هاي حروف العلة. هذا واي وقبله علة لو صحيح؟ علة. حلو، شوف القاعدة شو تقول. يقول لك إذا انتهى الحرف الكلمة العفو أو الفعل بحرف واي قبله صحيح، إذا قبله صحيح نحول الواي إلى آي. إذا قبله صحيح ها شرط، ونضع إيدي مثل ما سوينا بكلمة استدي، قلبنا الواي إلى آي وضفنا إيدي. زين أستاذ إذا ما طبق هذا الشرط؟ لا ضيف إيدي مباشرة. يعني راح تقول لي لحظة أستاذ هذول اثنيناتهم واي، إي أوكي بس شوف هذا قبله صحيح نقلب الواي إلى آي ونضيف إيدي، أما هذا قبله علة نضيف مباشرة إيدي. يعني شنو قصدي؟ القاعدة اللي ما ذاكرها أنا هنا أضيف إيدي. يعني إذا جاك صحيح قبله صحيح أوكي أقلب، قبله علة لا انقلبت القاعدة ما تمشي. زين القاعدة اللي بعدها يقول لك إذا انتهى الفعل بحرف صحيح أيضا شرط يكون قبله علة وشرط يكون واحد. الحرف حلو، فباوع لي إنه كلمة stop stop حرف صحيح قبله إلا واحد، هنا طبقت القاعدة، راح أكرر الحرف الأخير وأضيف إيدي. زين لحظة ستار open مو صحيح وقبله إلا؟ نعم. زين fix مو صحيح وقبله إلا؟ نعم. لا عاد ستار ليش ما كررناها هنا؟ ليش قلنا open مباشرة إيدي؟ ليش ما كررنا الان؟ ليش ما كررنا الاكس؟ عندي قاعدة تقول عدا الأفعال التي تنتهي ب W X Y Z E N W X Y Z E N الX أنا مكررها بالخطأ W X Y Z E N اللي ينتهي ب W ما كرر حتى لو صحيح قبله علة، اللي ينتهي ب X ما كرر حتى لو صحيح قبله علة، اللي ينتهي ب Y ما كرر مثل play، ترى play صحيح قبله علة بس ما كرر، مو ينتهي ب Z ينتهي ب E N مثل open open ينتهي ب E N ما كرر. لا. X ما كرر. زين. إجاني فعل ما مشت عليه كل هاي القواعد. يعني لا ينتهي بإي ولا ينتهي بواي وقبله صحيح حتى أقلبه ولا هو صحيح وقبله إلا حتى أكرر. شو أسوي له بهذه الحالة؟ نضيف إيدي. مباشرة. مثل start. start ينتهي بصحيح قبله صحيح. ما عندي هاي القاعدة ما موجودة. إيش راح أقول؟ started. أو started. زين فضفت إيدي مباشرة، هاي الأفعال القياسية. زين الأفعال الشاذة يعني أعطيك دليل قبل لا أعبر، من اليوم بس تشوف كلمة أو فعل ينتهي بإيدي يقول هذا هو الفعل. يعني قبل شوية جبت لكم هنا بس ما سألتكم عليها إيه هاي النقطة وين مثلا ما قدرت تميز إنه هذا هو الفعل the police بس ميزت إنه الفعل ينتهي بإيدي فهذا فعل. زين إذا هذا فعل هذا إيش صار؟ أوتوماتيكية. زين بنفس الوقت إحنا أخذنا الفعل المساعد ونسيت لا أسألكم على هاي الأسئلة. هاي was فعل لو مو فعل؟ فعل. إذن اللي قبلها شنو؟ شفت شلون؟ هاي was فعل اللي قبلها شنو؟ هذه إيدي فعل اللي قبلها شنو؟ شفت شلون؟ جاي أني أميز شكل الجملة جاي تطلع عندي هاي كود باوة هاي كود الكود فعل مساعد إذن اللي قبله شنو؟
فاعل. فعلى هذا الأساس أنا قدرت أميز شلون أقدر أطلع الفاعل بالجملة. زين هاي هات، الهاد منو؟ هاف وهاز وهاد، هاي فعل إذا هاي منو؟ فاعل. هاي فعل إذا هاي منو؟ فاعل. فأنت من خلال الفعل ممكن تميز الفاعل، ومن خلال الفاعل تقدر تميز الفعل. زين نجي عاد على الأفعال الشاذة. الأفعال الشاذة حفظ، ما لها علاقة أبدا بالتدريس. يقول لك وهي أفعال لا تنطبق عليها قاعدة إضافة إيدي، ما تمشي عندها. يعني يقول لك مثلا تجي على كلمة مثل كلمة send تقول والله ضيف إلى sended، ما تمشي. يقول لك هاي حفظ فلاي صحيح وقبله إلا أقلب الواي إلى هاي وأضيف إيدي، ما تمشي هنا. الأفعال الشاذة لازم أنت تعرفها إنه هذه شاذة وأحولها إلى ماضي بهاي الصيغة، لازم. فهاي لازم حافظ انه الجو من احولها الى ماضي يصير went، ومن احولها الى تصريف ثالث تصير gone. سي بالماضي بالمضارع تصير so، وبالتصريف الثالث سين. send باو علي send sent sent. buy boat boat. fly flew flown. wear wore worn. وtake took taken. فهي لازم حافظ الثلاث أشكال هاي وين لقيها؟ أكيد حسب منهجك أنت. شوف أنت بياصف بالأول أكو أفعال خاصة بهم، يعني بالمنهج، بالثاني أفعال خاصة، بالثالث أفعال خاصة، وبالرابع وهكذا. أوكي، وتظل تجمع الأفعال إلى أن يكمل عندك الأفعال الشاذة إلى حد السادس الأداة. زين هسه عرفنا شنو الفعل، إنه فعل مساعد أو فعل رئيسي، الرئيسي لو قياسي لو غير قياسي، وعرفنا كل هاي التفاصيل وشلون نضيف الايدي حتى نحول للقياسي. نوصل شيء اسمه التكمله. التكمله منو؟ يقول لك تكون معنوين. معنوين شنو؟ نوعين. تكون نوعين، اما معنوي او قواعدي. شنو معنى معنوي وشنو معنى قواعدي؟ طبعا هاي الكلمات من عندي بس افهمك اياها. المعنوي نقصد به اكمال معنى الجمله. شلون؟ باوع يقول I فاعل، so فعل، أنا رأيته، the new car. هاي الكلمة the new car تكملة باعتبار هذا فاعل وهذا منه فعل. إذن اللي بعدهم شنو؟ تكملة. إذا بس قلت الفاعل والفعل معنى الجملة ما اكتمل. فلاحظ هنا أنا جاي أكتب لك إياها، يعني حتى في حال أنا ما موجود ما تحتاجني. معنى الجملة أنا رأيت السيارة الجديدة. فإذا قلنا أنا رأيت فقط، بس أنا رأيت، لا يكتمل معنى الجملة. هاي النوع نسميه معنوي. مثلا I ate، أنا أكلت. أوكي شكلت، كمل لي، طيني فد شي. I drink، أنا أشرب. أوكي إيش تشرب؟ كمل معنى الجملة. هذا القصد بالمعنوي. زين النوع الثاني القواعدي. القواعدي نقصد به أن يكون دليل لزمن معين، مضارع أو ماضي أو مستقبل. يعني مثلا جبت لك جملة بنهاية الجملة موجود yesterday، مثل ما جانا قبل شوية بجملة منو؟ بجملة سبق بوقتها. كلمة yesterday ميزت لي هي بالتكملة أوكي، بس ميزت لي أنه ترى الجملة ماضية عيني فاختار لها was. أو كلمة مثل كلمة tomorrow تدل على المستقبل، أو كلمة مثل كلمة مثلا now الآن تدل على المضارع المستمر. فهذا اللي أقصد به بالتكملة من تكون قواعدية. طلاب وياي فهسه قلنا I saw the new car، هذا المعنى معنوي العفو التكملة. أما I saw رأيت the new car سيارة جديدة yesterday الحمد لله، إنه شنو يهديكم ويصلح بالكم، انه شنو؟ انه هذا الدليل زمني ميز لي انه ترى هذه الجمله ماضي. فهنا دلت الجمله او دلت التكمله على زمن الجمله في الماضي. زين عناصر التكمله شنو؟ التكمله شنو ممكن يكون بيها؟ يعني هاي اليوم انا استاذ جتني هاي الكلمه او هاي اول جمله، هذا الفاعل وهذا الفعل، الباقي كله تكمله. هاي شنو ممكن تكون؟ هاي التفاصيل هاي شنو ممكن تكون؟
يعني شنو ممكن ألقي بها؟ أول عنصر من عناصر التكملة ممكن يكون ممكن ما موجود جزء الفعل لازم، اللازم ما يحتاج مفعول به، يحتاج جار ومجرور مفعول به، والمفعول به يقول لك اسم أو ضمير. بس شنو من ضمير؟ كما ضمير فاعل صار أقول الآي مفعول، الآي مفعول لو فاعل زين. المفعول من الآي هو المي، المفعول من الآي هو المي. فإذا شفنا كلمة مي أوكي لا هذا مفعول به، فالمفعول به مثل الفاعل يعني لازم نشرحه هيك. يقول لك الاسم كما ذكرنا في الفاعل وراجع الفاعل، نفس الفاعل ممكن يكون اسم واحد، ممكن يكون اسمين، ممكن يكون of، ممكن يكون سام، ممكن يكون نفس التفاصيل اللي ذكرناها بالفاعل. بس الضمير ما يصير ضمير فاعل، لا ضمير مفعول. يعني الهي تصير هم، الشي هير، الات تبقى ات. ليش؟ تتذكرون بداية الشرح قلت لكم انه الات واليو ممكن يجون مفعول به بس حسب موقعهم بالجملة انا اعرف. فاذا الهي والهير والات والذم والاز واليو والمي هذول من يشوفهم بالجملة بعد الفعل اوكي انا هذا منه هذا مفعول. يعني مثلا تقدر تقول I saw you، انا رأيتك، رأيتك. إذن هي شنو؟ اليو مفعول به. استاذ اليو فاعل، أوكي هي فاعل إذا جت بداية الجملة، بس هنا ما جت بداية الجملة، جت بعد الفعل فهي أوتوماتيكيا تكملة يعني مفعول به. هذا قصد. أو هي هو هي سو رأى مي. المي هي منو؟ المي هي الآي بس بالمفعول به. إذن هي رأتني، ما أقول رأت أنا، رأتني. سو مي. زين؟ فأريد منك شنو؟ تحفظ لي ضمائر المفعول، وراح نحتاجهم كلش، راح نحتاجهم. مسارة عرفية ليش راح نحتاجهم؟ بالضمائر. سؤال الملاء. زين، أي كلمة منهم تعني مفعول به؟ هذول الضمائر، أي كلمة منهم تعتبرها مفعول به؟ يقول لك عندي حالة أخرى ممكن تجيك بالتكملة، ظرف حال أو مكان أو زمان. وهذول حصرا موجودين بثالث متوسط. نفسهم موجودين بثالث متوسط. شو يريد مني؟ يريد مني ارتب يعني بالثالث متوسط، يريد منك ترتب الظروف حسب الترتيب الصح من القبل، حال لو مكان لو زمان. زين؟ فالترتيب الصح هو منه؟ حال مكان زمان. فمثلا انا اجيب لك جمله مخربطه وبها ظرف حال وبها ظرف مكان وظرف زمان، منو تخلي بالبدايه؟ حال مكان زمان. شلون نحفظها؟ حال مكان زمان حمزة، كلمة حمزة حال مكان زمان. جيد؟ فشلون أميز الحال؟ يعني مهم جدا تعرف لي هاي التفاصيل. كلمة تنتهي بال واي مثل beautifully، بس شفت ال واي قول هاي حال، بس شفت ال واي هذه حال. زين بعد باي زائد وسيلة نقل يعني باي كار هذه حال، اون فوت هذه حال، ودول كلمات شاذة ويل وهارد وفاست، كل دول الكلمات حال. وتقريبا أنا مختصر لك الحال بكل اللغة الإنجليزية بهذا الجدول. يعني كلمة تنتهي بال واي بادلي بيوتيفولي كيرلي، لا مو كيرلي زين العفو شنو كيرلي كيرفولي سوري كيرفولي كيرلي معناها مجعد ما لها علاقة بالحال قطعا مو لي تنتهي بال واي. اذا اي كلمة تنتهي بال واي او صفة تنتهي بال واي راح يصير عندنا منه؟ راح يصير عندنا ظرف حال. باي زائد وسيلة نقل ظرف حال، اون فوت ظرف حال، بيوتيفولي ظرف حال لان تنتهي بال واي، باي كار وسيلة نقل، باي زائد وسيلة نقل. كلمة ويل هي نفسها جود من اضيف لها ال واي، كلمة هارد ال واي تعتبر. ليش؟ لأنه الهارد شاذ من أضيف له ال واي يبقى هارد، والفاست من أضيف له ال واي يبقى فاست، وهي راح ناخذها بالإضافات موجودة عندكم. فهسه شنو؟ هذول الكلمات اللي قدامك كلهم تعتبرهم شنو؟ تعتبرهم ظرف حال. يعني باشر أجيب لك جملة أقول لك طلع لي ظرف الحال، إذا شفت فاست هارد ويل بيوتيفولي باي ال واي هذول كلهم تعتبرهم شنو؟
تعتبرهم ظرف حال. زين، اسم مكان او ظرف مكان، عفوا ظرف المكان هو شنو؟ حرف جر زائد اسم مكان او اي اسم مكان. مثال in the school، اسم مكان صار ظرف مكان، ما زال عندك حرف جر واسم مكان صار ظرف مكان. on the desk، على الرحلة. between، بين the school and the hospital، بين المدرسة والمستشفى مكان. to بصرة مكان، طبعا هاي المفروض capital، sorry. on the road، على الشارع أو على الطريق. there، هناك. here، هنا. هاي تعتبر كلها ظروف مكان، ظروف مكان. فأنت كطالب المفروض منشوف هاي الكلمات أو أي كلمة لها علاقة بالمكان تعرف إنه هاي ظرف مكان. ظرف الزمان هو حرف جر زائد اسم زمان، مثل اسم زمان فقط yesterday، yesterday، tomorrow، غدا. كلمات تدل على منو؟ تدل على الزمان. أيام الأسبوع، الأشهر، on Friday، هذا حرف جر زائد اسم زمان. for 3 years، 3 سنوات. year، سنة. زمان لا مو زمان، زمان. March، شهر. noon، ظهيرة، قسام اليوم. morning، صبح. evening، night، ليل. فإذا أي كلمة تدل على الزمان نعتبرها ظرف زمان. هسه صار عندنا ثلاث ظروف: حال، مكان، زمان. الحال هو ابو الال واي، المكان هو اي اسم مكان، والزمان هو اي اسم زمان. زين، فهذه هيش نكون خلصنا كيف تتكون الجمله باللغه الانجليزيه. شنو واجباتنا؟ اولا اختر، بالعربي كاتب لك اياها، الاجابه الصحيحه بهاي الجمله. ثم حول كل جمله الى نفي او سؤال. هذا السؤال الاول، كل جملة ورا ما تختار الإجابة الصحيحة حول لي إياها إلى نفي أو سؤال. الثانية، حدد زمن الجملة ماضي أو مضارع. بعد ما تحدد تقرأ الجملة تحدد زمنها بس، was، ليش، could، watched، play، didn't، تعرف أنه هذه ماضي لو مضارع. باو إيش مخلي لك أسئلة حلوة. هنا طلعنا عن الأسئلة المعتادة والتفاصيل اللي متعودين عليها بالمدرسة، خرجت من هاي النص. زين، شو يقول الأسئلة؟ بس اقراها الأسئلة، عن جيت تقرأ. حدد الفاعل والفعل والمفعول والظرف، يعني حال، مكان، زمان، لكل جملة. شكو جملة بهاي الجملة، يعني تجي على هاي الجملة، هذا فاعلها، هذا فعلها، اكو مفعول، ما اكو مفعول، إذا هذا شو اعتبره؟ تكملة. زين، هاي التكملة ايش بيها؟ in my city، ظرف مكان. In the fire station، ظرف مكان، ظرف وين مكان جو. A firefighter تعتبرها تكملة، تقول هذه معروفة اتركها. زين، أنا أريد منك شنو؟ فاعل وفعل ومفعول ومنو؟ وتكملة، يعني كامل بشكل عام. فاعل وفعل ومفعول وتكملة، هو المفعول بالتكملة والظرف بالتكملة. زين، لكل جملة. ثم انفي الجمل البرتقالية اللون. وين الجمل البرتقالية؟ هاي واحدة، مو، وهاي واحدة، وهاي واحدة. المطلوب منك تنفي لي الجمل البرتقالية اللون. زين، بس أوضح لك نقطة خاف توقع بيها، إنه ترى الآن حالة حال النقطة. شنو أستاذ معنى هذا الكلام؟ الآن أداة ربط، ربطت بين جملتين، يعني القبلها جملة والبعدها جملة، القبلها جملة والبعدها جملة. لذلك يا عزيزي، من تشوف كلمة and بالجملة، أنا مأشر لك عليها بالأحمر، معناها قبلها جملة والبعد، يعني تجي على هاي الجملة تقول هذا فاعل وهذا فعل وهاي تكملة، هذا فاعل وهذا فعل وهاي تكملة. بس أحدد التكملة شو؟ on the road، شوف، على الطريق. هذا شنو من ظرف؟ ظرف مكان. زين، هذا قصدي. تمام؟ زين، he was badly، من يقدر يميز لي هاي الجملة شنو من نوع الكلمة؟ العفو، أنت كطالب هسه خلنا نقول شفت هاي الجملة، شو تنطيك، شو توحي لك؟
أسألني ليش شفت هذه تنتهي بإيدي؟ قلت ماضي صح؟ لأن تنتهي بإيدي هاي الجملة قلت ماضي، هاي تنتهي بإل واي. الإل واي تونا حكينا عنه. خلي بالي هاي السوالف، يعني أنا من أجي أقرأ الجمل وعندي هاي المعلومات الكاملة أنا أعرف إنه هذا ظرف حال. وصلت؟ وصلت. هذا قصدي، أريد تقرأ قراءة مو مال واحد على مود والله ده أروح أجيب، لا لا قراءة شاملة. هنا أنت هنا المايك إلك كيفك. كاتب لك اكتب جملة مناسبة لكل ما يأتي، أنت هنا مخير. إيش تكتب اكتب. بس أنا جابرك بأمور، منطيك فاعل مفرد فأنت مجبر تجيب لي فعل يرهم للمفرد. منطيك آم، الآم شو تريد؟ تعرف. منطيك وزنت، لازم تجيب لي جملة. منطيك الآر بالبداية، يعني أوتوماتيكيا لازم شي يكون بالأخير. مو؟ لازم أعرف إنه أنا من خليت لك الآر بالبداية معناها الجملة صارت سؤال. وير لازم تعرف شو تريد، دونت لازم تعرف شو تريد، ويل تقبل شنو قبلها، هاي كلها افعال مساعده قبلها فاعل اوتوماتيكيه لازم يجي هنا فاعل، بس لازم يرهم. هذا هو سؤالي، لازم يرهم. يعني عندنا افعال يرهم لها مفرد، افعال يرهم لها جمع. زين جايب لك از، الاز بالبدايه يعني اوتوماتيكيا شنو هي؟ زين على هذا الأساس نكون خلصنا محاضرة أساسيات اللغة الإنجليزية. Any question؟ ما عندكم سؤال إن شاء الله؟ yes. بالتوفيق للجميع. وبالأخير شو نقول؟ أكيد أنت قدها. يلا.